بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إنسان حر من أكاديمية الجرافيك من دورة احتراف برنامج مونتاج استديوهات التصوير عفوا برنامج سايبر لينك باور دايركتور الترا الإصدار العاشر. طيب اليوم سنتعرف على واجهة البرنامج بالتفصيل إن شاء الله ونكتشف أهم ما فيها وأهم الأشياء التي يمكن الانتقال إليها ومعرفتها. طيب كل برنامج يحتوي على قوائم، برنامج يحتوي على أربع قوائم، قائمة فايل، عندنا مشروع جديد، عندنا New Workspace مساحة عمل جديدة، عندنا Open Project مشاريع جاهزة قمنا بحفظها، عندنا Save Project حفظ المشروع حفظه باسم أيضا، عندنا Export جلب عفوا Export إخراج إلى DV و Pack Materials، عندنا Import جلب الأشياء من هذه الأمور. طيب عندنا قائمة إيديت تراجع والإعادة، عندنا كوبي بيست وكات، عندنا ريموف اند ليف جامب والعديد من الأمور، قائمة فيو وقائمة بلاي باك أيضا. طيب أيضا يحتوي البرنامج على ثلاث أمور أساسية، أولا الكابتشر، هذه مختصة بكابتشرة الفيديوهات التي لدينا التي كانت مربوطة إذا كانت مربوطة على الحاسوب وعلى البرنامج. أيضا عندنا إيديت تحرير العمل، وعندنا ايضا produce او product هذه لاخراج العمل على شكل فيديو، عندنا create disk انشاءه على قرص DVD وعمل منيو له. طيب عندنا هنا اجزاء مهمة، اولا مكان جلب الملفات، كيف نجلب الملفات، وهذه استعراض لأهم الملفات الموجودة، طبعا هذه افتراضية مع البرنامج. عندنا الثانية هي التأثيرات، يقسم برنامج التأثيرات لعدة أمور، مثلا فيجوال، عندنا تكست ماسكينج، عندنا ستايل، عندنا سبيشال، عندنا بارتيكل، عندنا شركة نيبلو تم إضافة فلاتر في هذا الإصدار مباشرة دون حاجة إلى فلاتر خارجية، يعني هي أصلا موجودة. عندنا 3D هذه التأثيرات، عندنا أيضا عندنا الفيفورايز المفضلة إذا كنا قد وضعنا بعض من التأثيرات في المفضلة لدينا حيث نستخدمها كثيرا. طيب عندنا هنا picture in picture التي هي صورة داخل صورة، هذه سنستفاد من عندها كثيرا وسنعمل بها مشاريع جميلة إن شاء الله. عندنا فقرة download هنا، هذه قمت بإنزالها من الموقع الخاص بالتأثيرات في البرنامج. طبعا هنا أيضا يسمح لك بإضافة ملفات الإصدار الثامن والإصدار التاسع أيضا في البرنامج. طيب عندنا هنا بارتيكل، هنا جزيئات مهمة جدا ومفيدة أيضا، تطير هذه نستخدمها في الأعراس أو الأعراس، إما فيديو العروس والعريس يأتيان ومن ثم نرمي ورود أو قلوب أو من هذه الأمور، إن شاء الله هذه سنتكلم عنها أيضا. عندنا هنا تكست، هنا نصوص جاهزة ومتحركة أيضا يوفرها لنا البرنامج، لاحظوا مثلا بهذا الشكل، وعندنا أيضا هذا الشكل، لاحظوا معي. طيب ننتقل إلى هذا المكان أيضا ترانزيشن، مكان انتقالات جميلة جدا ورائعة أيضا، وبعضها ليس موجودا إلا في هذا البرنامج، يعني انتقالات حصرية بالمرة يضعها هذا البرنامج. طيب عندنا هنا الاوديو ميكسينج، اذا هذه تختص ب اذا كان لدينا اكثر من صوت قمنا بتركيبه معا، يعني عندنا فيديو واردنا نضيف مقطعين صوتيين، مقطع يكون منخفض ومقطع يكون بشكل اعتيادي، ساتحكم به ان شاء الله من هذا المكان. طيب عندنا هنا فويس ريكوردينج، نستطيع عمل حفظ الحقوق الصوتية بملفاتنا كما تعمل بعض المواقع الإلكترونية مختصة مثلا في الأغاني، تقوم بعمل حفظ لحقوقها على المقطع الصوتي. طيب عندنا في الأسفل التايم لاين، هو مكان تراكات، تراك الفيديو، تراك الصوت، وعندنا تراك هذا التأثيرات، تراك النص فويس والأوديو، عندنا هنا الماجيك ووند أو ويزارد، هذه مهمة جدا وجميلة أيضا سأشرحها بالتفصيل إن شاء الله.
عندنا شاشة علم معينة في هذا المكان تعرض لنا الملفات التي موجودة في التايم لاين. طيب عندنا هنا في الأعلى بروجكت اكس اسبكت، هذا الريتيوم عندنا 16:7، عندنا 4:3 واي سكرين، وعندنا ستاندرد. طيب يبقى على حسب العمل أو حسب القناة التي موجودة بنا. طبعا هنا الإعدادات خاصة بالمستخدم، وهنا الحفظ، وهنا التراجع والإعادة. هذا كان مجملا أهم ما يحتويه البرنامج وأهم الأشياء التي سنستخدمها بإذن الله. شكرا لكم، وألتقي بكم في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.